عملت مع الأمر بانضباط شديد، وإن خروج تعزيزات أمنية كان الغرض منها واضح: زيادة التأمين وحماية ممتلكات المواطن والمؤسسات العامة. غير أن عددا من وسائط الإعلام الخارجية قالت إن قوات الشرطة تعاملت مع المتظاهرين بشراسة وقسوة. للمزيد من التفاصيل واستجلاء للحقائق ينضم إلينا عبر الهاتف اللواء حقوقي الشرطة هاشم عبد الرحيم. مرحبا بك وسعادة اللواء. يعني حول ما يقوله المحتجون أن الشرطة فضت احتجاجاتهم بعنف وأن هنالك جرحى بالرصاص حسب قولهم، يعني ما تعليقكم؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، وكل عام والأمة الإسلامية والأمة السودانية بألف خير. الحمد لله وشكر لله حمد الشاكرين. نحن حقيقة نعمل بمهنية عالية جدا واحترافية. نحن حقيقة التظاهرات التي تأخذ الطابع السلمي أصلا الشرطة تحميها، وهي مسألة مشروعة حتى وإن لم تحصل على الخطاب في هذه الظروف التي تحدث هذه الأيام. نحن حقيقة لم نتعامل بغشوة في تاريخنا، والآن وغدا وفي ذلك نحن لا نتعامل إلا مع الخارجين والمارغين والذين يخربون والذين يعتدون على المنشآت العامة والخاصة. وحقيقة هذا لم يحدث في تظاهرات اليوم التي كانت محدودة للغاية هنا في العاصمة في الخرطوم. وحقيقة الشرطة احتوت هذه التظاهرات الحقيقة قليلة العدد، ولم تحدث أي خسائر في الأرواح ولا حتى في الممتلكات الخاصة والعامة، لأن التأمين كان تأمينا جيدا. نحن حقيقة حماة المواطن، ونحن نعمل على خدمة الوطن والمواطن، وهدفنا الأساس هو منع الجريمة واكتشافها، ولذلك عملنا دائما وأبدا ليكون في مصلحة المواطن، لأننا أصلا نعمل على حمايته وتأمينه وتأمين ممتلكاته وأعراضه وكل الضرورات الخاصة. يعني سعادة الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة، لاحظ البعض أن قوات الشرطة تمت زيادتها لتأمين مجمع الذهب وسط الخرطوم وعدد من المواقع الاستراتيجية أيضا، تعليقكم على هذا؟ هذه الخطة الاستراتيجية الخاصة بتأمين الأعياد لم تصنع بين يوم وليلة، هي خطة حقيقة يتم تجديدها سنويا، ولكنها خطة لسنوات وسنوات. الآن نحن نعمل في الخطة التأمينية 2017-2022، منها هذه الخطة التفصيلية لتأمين أعياد الاستغلال ورأس السنة الميلادية. هذه الخطة التفصيلية حقيقة فيها محاور كل أهدافها أن يحتفل المواطنون سواء كانوا مسيحيين أو مسلمين هذه الاحتفالية حقيقة بأمان وفي جو هادئ، وهذا ما حدث الآن. الآن وقد اقتربت الساعة من منتصف الليل، الأمان حقيقة في كل الربوع، ليس في الخرطوم العاصمة فقط بل في كل ولايات السودان. قبل 5 دقائق أنا تلقيت تقارير حقيقة من كل ولايات السودان، الأمن مستقر تماما، الأحوال هادئة تماما، الشرطة انتشار عادي، ننتشر بأعداد كبيرة لمزيد من التأمين ولمزيد من الاحتلال. الشرطة تنتشر ليس انتشارا كميا فقط بل انتشارا نوعيا، هنالك الشرطة الراكبة، هنالك الشرطة الدارجة، هنالك الشرطة الزي المدني، هذه كلها تأمينات لكي لا يقوم المخربون وأصحاب الغرض إفساد هذه الفرحة على جموع المواطنين السودانيين. هذا تأمين مشروع وقانوني ولا حديث غير رسمي. طيب يعني سيد هاشم، يعني معلوم أن الاحتجاجات كان سببها الظروف الاقتصادية الضاغطة، يعني وفي ذات الوقت التزمت الحكومة بحلول بدأ يتلمسها الناس على الأرض بالنسبة للخبز والوقود وإلى حد ما أوراق النقد، يعني بعد أن حسمت قضية الدواء. أسباب الأحداث في مجملها أسباب اقتصادية، وهذا معلوم بالجميع،
وهذا ما اعترفت به الدولة، والدولة في برنامجها الإصلاحي ماضية قدما وقد ذكر ذلك السيد الرئيس حتى في لقائه بالشرطة أمس، وذكر ذلك مرارا وتكرارا مجلس الوزراء وممثل في رئيسه وكل الحكومة تعي تماما أن هنالك ظرفا اقتصاديا ضاغطا سببه تاريخي وقديم وهو الحصار الذي امتد لأكثر من 20 عام، ولكن الآن نحن مواجهون بهذه الأحداث في ظل هذه الظروف الاقتصادية الضاغطة، ولكن هذا لا يبرر التخريب ولا يبرر الإتلاف ولا يبرر الاعتداء على الأموال الخاصة والعامة. نعم الاحتجاج مشروع وأسبابه معروفة، ولكن الحلول هي في صناديق الاقتراع والحلول في الحلول السياسية. الآن نحن صنعنا حوارا سياسيا راغيا، الآن كل الدول تبحث عن هذه التجربة لتعمل. نحن حقيقة تأميننا للمواطن هو هدفنا الأساس، سواء كان في ظل هذه الأحداث أو في الأحوال العادية. خططنا مستمرة، خططنا التأمينية مستمرة، خططنا الاحترازية مستمرة، همنا الأول والأخير راحة الوطن والمواطن وأمننا. نعم، اللواء حقوقي الشرطة هاشم عبد الرحيم الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة، شكرا جزيلا.